السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلوة بالجبن وبالنشا، كتجي هشيشة بزاف وكنعسلوها، كتجي يعني ما كتجيش هي حلوة بزاف، غير بالعسل هو اللي كيحليها. فتبعوا معايا المقادير. هنا كما شفتوا 125 غرام ديال الزبدة، عندي ثلاثة ديال من مثلثات الجبن، يمكن لكم ديروا حتى أربعة ماشي مشكل، ديروا هاد الماركة أو الماركة اللي مربعة ملي بغيتو. هنا كما شفتوا جوج معالق كبار ديال النشا وجوج معالق كبار ديال السكر سنيده، عندي 4 غرام ديال خميره الحلويات يعني نص هاد الخنيشه هادي، والدقيق كيبقى حسب الخليط. شفتوا هنا ثلاثه ديال قطع ديال الجبن مع 125 غرام ديال الزبده، غنضيف لهم النشا مع السكر جوج معالق جوج معالق، وغادي نخدم هاد العناصر، عاد نضيف الخميره والطحين. هنا غنضيف واحد الرشه ديال الفاني، نسيت ما وريتها لكمش، يمكن لكم ديروا 7 غرام من داك ديال الخنيشات. صافي غتخدموا مزيان هاد العناصر هادو كاملين باش نبداو نضيفوا الدقيق والخميره. دابا غنضيف نص خماره كما قلت لكم 4 غرام، والدقيق غادي نبدا نضيف معلقه بمعلقه حتى كيتجمع ليا الخليط. صافي غادي نبدا نجمع هاد الخليط هذا حتى نحصلوا على واحد العجينه اللي رطبه. خدموا غير بالمعلقه، سيروا معلقه بمعلقه باش ما تكثروش الدقيق. فوالا البنات، هنا بعد ما جمعناها بالدقيق كما شفتوا كتحصلوا على واحد العجين اللي كيبقى رطب. دابا غادي نشكلوها كما شفتوا البنات، انا غنديرهم بهذا الشكل هكا طولي، نتوما ديروهم بشكل يعني اللي بغيتوا. المهم انا غنديرهم بهذا الشكل هذا باش فاش كنعسلهم غادي ندير لهم الكاوكاو في الوجه ديالهم، كيجيو واحد المنظر زوين في الكويرتات. فوالا البنات كما شفتوا، غادي نعمر اللاطه كامله بهذا الشكل هذا، وغادي ندخلها طيب على 180 درجه. غير حاولوا ما امكن ما ديروهاش من هاللاطه باش داك الفرماج ما يتحرقش معكم. الا عندكم بابي كويسون يكون حسن، ما عندكمش مهم بلا ما تدهنوها، يعني راه غير الزبده ما غاديش تلصق، غير نتوما بعدوها شويه على النار، يعني ما تديروهاش منها العافيه، خليوها شويه من الفوق الوسط باش كطيب لكم لتحت، ورجعوا حمروها ونشوفكم بعد ما طيب. انا بعد ما كطيب الحلوه ديالنا كما شفتوا، ها نتوما المهم انا حاولت معها هزيتها الفوق باش ما تمشيش تحرق ليا من التحت، يعني الشكل ديالها من التحت يجري هكا مذهب، باش المهم طلع لي حيت هي دغيا كيشد فيها الطياب. التزيين غادي نحتاج هنا العسل، غادي ناخذ واحد الكميه ديال العسل، وعندي هنا كاوكاو اللي شديته حمرته، داك الكاوكاو البيض اللي كيكون كبير حمرته في الفران، ملي كيكون الفران دابا خرجتو الحلوه كيكون سخون كتدخلوا غير يتحمر وكطحنوه هكا باش يجيكم مهرمش. كما شفتوا البنات، انا العسل راني دفيته شي شويه باش ما يجينيش باش ما يلصقش في الحلوه بزاف، يعني كدفيوه شويه باش يجرى معكم، عاد بداو تغطسوا فيه الحلوه ديالكم. صافي كتبداو تغطسوا الحلوات ديالكم، بون غطسوا شويه بشويه، الكميه ديال العسل ما تكثروش، ديروا شويه ولا خصكم عاود تزيدوا باش ما يتبقاش باش ما تخسر لكمش العسل. وصافي غادي نهز لي غطستها وندوزها في هاد الكاوكاو المهرمش ونخليوها على جنب. كما شفتوا كنلبسوها مزيان بهاد الكاوكاو وكنوضعهم هكا في كيسات بويض. صافي وغادي تخليهم حتى كيشربوا مزيان، وديك الساعه تجمعوهم في واحد البواطه، المهم انا غادي نكملهم كاملين ونشوفكم في طبق تقديم. فوالا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. بالنسبه للكميه ديال شحال كتعطي من حبه، كتعطي 35 حبه في هذا الحجم هذا، يعني راه غير كميه قليله، وكما شفتوا ما درناش البيض غير الزبده، وكتعطي يعني واحد الكميه اللي يعني طبصيل كما شفتوها وشفتوه قدامكم. فكنتمنى ان شاء الله تجربوها، لان الصراحه راه كتجي زوينه بزاف وغادي تعتمدوها، غير جربوها وغادي تعجبكم. كما شفتوا البنات، نقسم لكم وحده باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. ها نتوما شفتوا رطبه بزاف صراحه، غير جربوها، داك النشا اللي فيها كيهششها، ولا الملوحه ديال الجبن مع العسل كيعطي واحد المذاق زوين. جربوها ان شاء الله، ردوا عليا ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديده. السلام عليكم.